إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان. البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان. الجمهور الذي يصدق على معظم الناس، فهذا يجب ضمه. جدة، وهي اسم للمدينة المعروفة الشهيرة، يجب أن تضم جيمها، وأما الكسر فإنه لحن. المناخ الذي يطلق على المناخ الجوي، وهو في الأصل المناخ الذي تناخ فيه الإبل ثم توسع فيه فأصبح يطلق على المعنى المعروف، ففتح الميم فيه لحن. أضواء البيان. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد السبت عند الحادية عشر مساء. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء البيان، وفيه نعرض إلى أهمية اللغة العربية في المجتمع. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم سعادة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامعة التخصص بمكة المكرمة، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، أيضا 64930208، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل ما بدأتموه شيخ عبد العزيز فيما يتعلق بسورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نعرض اليوم إلى آيتين من هذه السورة التي هي سورة التحريم، وهما قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن فهما آيتان، آية يخاطب الله تعالى فيها عباده المؤمنين، وآية في خطاب الكافرين. وتأتي هذه الآية التي هي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، موعظة للمؤمنين كلهم بعد تلك القصة أو ذلك الخبر الذي أخبر الله تعالى به عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وتلك عادة القرآن، فإنه إذا ذكر ذنبا لأحد أو عاتب المؤمنين على شيء فعلوه فإنه يعظهم بعد ذلك بموعظة عامة، ويدخل
في تلك الموعظة دخولا أوليا من كان سببا في نزول تلك الآيات، ويدخل غيرهم أيضا من باب التبع. ومثال ذلك ما جاء في قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى أن قالوا على الثلاثة الذين خلفوا ويخلفوا عن التوبة، ثم أخبر أنه تاب عليهم، ثم قال الله أخبر عنهم أنه تاب عليهم لأنهم صدقوا، ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذلك إثرها مباشرة، وهذا في سورة التوبة في أواخرها. وفي قصة الإفك قال الله تعالى بعد الخبر عن الإفك، وبعد أن عاتب الله تعالى عباده المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهنا بعد هذا كله جاء بموعظة مناسبة، وذكر فيها الأهل، لأن الخطأ الذي حصل هنا هو من الأهل، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخره. هذا بالنسبة للرابط الذي يربط هذه الآية بما قبلها. وأما بالنسبة للمباحث اللفظية التي اعتدنا أن نذكرها أولا، فإن في هذه الآية قراءتين، وذلك في لفظتين، كل لفظة فيها قراءتان. قوله تعالى: وأهليكم، هنالك من قرأ شذوذا وأهلوكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلوكم نارا، وهو مرفوع حينئذ. نعم. مرفوع، وإذا كان مرفوعا فهو معطوف على المرفوع، والمرفوع هنا الواو في قو، معطوف عليها. نعم، معطوف على الواو، والواو هنا فاعل. وأما وأهليكم فهو معلوم أنه هو ملحق بجمع المذكر السالم، والجمع السالم المذكر ينصب بالياء ويجر بالياء أيضا ويرفع بالواو. في لماذا يا شيخ؟ نعم، الكلمة التالية جمع المذكر السالم. أين تقصد أنت؟ وأهلوكم. وأهلوكم، نعم نعم. طب هذا لا يستقيم يا شيخ، لأنه قو الأمر للجميع. نعم. طيب إيه، وأهلوكم معطوف على قو. لا، أنا أقصد على أنه وليقي أهلوكم. نعم، يعني على المعنى. نعم، لأن المراد وليقي أهلوكم أنفسهم نارا، مع أنه قو تشمل الجميع في الذين آمنوا. نعم. لكن طيب، إذا كان المخاطب الأهل أيضا، لأن الخطاب لأولياء الأمر، الأب ولي الأسرة. نعم. فهو الذي يقي نفسه ويقي أهله. طيب كيف يقي أهله؟ يقيهم ولذلك قال بعضهم: ومروا أهليكم، حتى على العطف، بعضهم لم يجعله عطفا خالصا، وإنما جعله منصوبا بفعل محذوف مقدر تقدير. نعم، قوا أنفسكم ومروا أهليكم. طيب نعم، طبعا ومروا هنا لا تنطق، إنما هي تقديرية. وأمروا نطقية. نعم، مقدرة. نعم. وهنالك من قرأ وقودها الناس، وقودها بالضم، ضم الواو، بضم الواو، وهي ها هنا مفتوحة، وهي قراءة الجماعة. والوقود في الأصل هو الحطب، وهو ها هنا هو المناسب. وأما الضم فهو اسم مصدر. طيب. نعم، اسم مصدر كالوضوء والوضوء. الوضوء هو عملية الوضوء، وأما الوضوء فهو المصدر. الوضوء هو الوضوء هو الماء المعد للوضوء. الوضوء بفتح الماء. الوضوء بالفتح هو الماء المعد للوضوء، والوضوء هو عملية الوضوء. نعم، ولذلك هو مصدر. نعم، أصل الكلمة المصدر. نعم. وأما وضوء فهو اسم،
فهنا وقود ووقود. نعم، الوقود هذا هو الاسم والوقود هو المصدر، وإذا كان اسما فبالفتح فهو الحطب، وهذه هي قراءة الجماهير أو قراءة الجماعة. هذا ما جاء في هذه الآية. وأما في الإعراب فأي فيها أيها قد مرت بنا مرة من المرات، وهي أنها منادى لأنها نكرة مقصودة وهو مبني على الضم والهاء للتنبيه والذين بدل أو صفة. نعرف الشيخ النكرة المقصودة؟ النكرة المقصودة هي التي ليست معرفة. أولا النكرة ليست معرفة كقولك يا رجل، إذا كان هنالك رجل أمامك وقلت له يا رجل فهو نكرة، ولأنه معلوم فهو مقصود، إذن فهو نكرة مقصودة، هو نكرة ولكنه مقصودة، ولهذا جعلها أكثر النحويين من المعارف. إن المعارف سبعة فيها سهل أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل، هذه كل هذه السبعة موجودة في نصف البيت المذكور. الفتى المعارف أنا الضمير، صالح العلم، وذا اسم الإشارة، والفتى المعرف بأل، وما اسم الموصول، وابني المضاف، ابني يعني هو المضاف، ويا رجل هو المنادى. يعني في قول أحدهم يا بني، لابن ليس من أبنائه يقول يا بني أو يا ولدي احذر كذا وكذا، هكذا يا شيخ تقصد؟ هذا أصبح معرفة خالصة ليس فيها خلاف، لأنه أضافها إلى نفسه إلى الياء. يعني لما تقول نعم كتابي أو ابني أو، فإذا ناديته زدته أيضا تعريفا آخر. لكن الخلاف في السابع وهو النكرة المقصودة، حينما تقول يا رجل أصبح معرفة إنه مقصود، لكن حينما يقول الأعمى وهو ماشي في الطريق يا رجلا سمع حركة فقال يا رجلا خذ بيدي، هذا مثال يتكرر يعني ويذكره بالفتحة يا رجلا بالنصب حينئذ. نعم. هذا نكرة غير مقصودة، ولأنه نكرة غير مقصودة نصب، ذلك قاعدته تختلف. أما هذا فإنه يبنى على الضم، يشبه بالمعرفة، لأنك حينما تقول يا زيد المفرد يعني تقول يا زيد، نعم. كذلك تقول يا رجل لأنه أشبه، فهو نكرة مقصودة وهو كالمعرفة. لكن حينما يقول أعمى يا رجلا هو لا يدري من الرجل، لا يدري، وقد يكون حوله رجل هنا ورجل هنا فيقول يا رجلا خذ بيدي. نعم. طيب يا أيها، نعم، وهذه التنبيه والذين نعت أو بدل وآمنوا صلة الموصول، وقو هذا سوف نقف عنده إن شاء الله فيما بعد، لأن لدي بعض المسائل أو بعض الألغاز في هذا الفعل. هذا قو أصله أصل الفعل وقى، وهو من اللفيف المفروق، من اللفيف المفروق المفروق. نعم، تقول وقى يقي، فإذا أمرت الواحد تقول قي، ولا يبقى منه إلا حرف واحد، ويحذف الأول ويحذف الثاني، فلا يبقى منه إلا حرف واحد، وهذه أفعال قليلة ومعدودة محدودة. فتقول في عي درس في الأمر من وعى عي درسك، على وزن عي، حتى في الوزن أيضا هو على وزن عي، وقي على وزن عي، وفي من وفا يفي، ودي من ودا يدي، وهكذا بحرف واحد تكتب الشيخ أنبياء، بحرف واحد فقط تقول ليس بياء يعني. درسك، نعم عي درسك، لكن إذا جئت بالفعل وحده ووقفت عليه فإنك تأتي بها السكت، لأنك لا تأتي بمتحرك، لا تبتدي بساكن ولا تقف إلا به، قاعدة لا تختلف. فتقول عه وتقول فه وده وقه بها السكت، لكن حين الوصل تقول عي درسك وقي درس قي نفسك أو رأسك والسيف. ولا يكتب بياء يا شيخ نهائيا، لا يكتب، إذا كتبته بالياء فينتقل إلى الخطاب للمؤنث، تصبح كأنك خاطبت مؤنث. فإذا قلت لفلانة عي فهذا صحيح، والياء فاعل، عي درسك يا زينب، وقي رأسك يا فاطمة، وفي ودي، وهكذا سوف يتبين من الألغاز التي ذكرتها في كتابي اسمه الموريات. الموريات، نعم الموريات قدحة التي جاءت، نعم الموريات، نعم.
شاء الله ذكر نعرض له بإذن الله. الله. المشكلة شيخ الوقت يعني ما أن نبدأ في هذا اللقاء حتى يأخذنا الوقت معكم. نعم يا الغازي لطيفة. طيب إن شاء الله. جميل جدا. طيب. إذا نمر مرورا مسرعا، أنفسكم مفعول به وأهليكم معطوف على هذه القراءة، ونارا مفعول ثاني، وقودها الناس مبتدأ وخبر، والحجارة معطوفة على الناس وعليها ملائكة خبر ومبتدأ، أنه هنا تقدم الجار والمجرور كما قال ابن مالك، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، يعني عليها خبر مقدم وواجب التقديم. ملائكة مبتدا مؤخر، غلاظ نعت له، شداد نعت آخر، لا يعصون الله ما أمرهم، هذه كلها نعوت، لكنها لا يعصون هذه جملة، والله مفعول به، وما أمرهم بدل اشتمال، أي لا يعصون أمر الله، وبدل من لفظ الجلالة. مقدر يعني باسم موصول يا شيخ؟ نعم، هو ما موصولية أمرهم. موصولية نعم. لا يعصون الله الذي أمرهم، فيقول الأمر إلى أنه بدل اشتمال، وبدل الاشتمال معروف، يعني كما تقول أعجبني زيد علمه، أن يكون الشيء مشتملا عليه، وكقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالاشتمال لا تستطيع أن تجعله جزءا، ولا تستطيع أن تجعله كلا، ولكنه شيء يشمله. ويفعلون ما يؤمرون، هذا مثل لا يعصون. مثل لا يعصون. مثل لا يعصون. طيب. ويا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا واضح، لا يا أيها كذلك، والذين كفروا كذلك، ولا تعتذروا اليوم، اليوم الظرف، وإنما تجزون ما كنتم تعملون. ما مفعول ثاني؟ ظرف اليوم، ظرف في محل ماذا؟ في محل نصب. نصب ماذا؟ نعم، في محل نصب، لأنه ظرف مفعول فيه. أيه. طيب. مفعول فيه نعم. المفاعيل خمسة، ضربت ضربا خالدا يوم حبا، والنيل خوفا المفاعيل انصبا، كلها منصوبة. طيب, طيب. فلنعد إذن إلى الآية من حيث المعنى الجملي. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يجعلوا بينهم وبين النار وبين أنفسهم وبين النار وقاية، وأن يأمروا أهلهم أيضا بأن يفعلوا ذلك، وأن يجعلوا بينهم وبين النار وقاية. ولهذا جاء في الحديث واختلف في صحته، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وأضربهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي نظم الليل في الحديث، في الأحاديث الضعيفة، مروا بصلاة ولدكم واضربوا وفرقوا حسن، والضعف قيل لثلتي، هناك من صحح وهناك من ضعف. وقال الله تعالى وقودها الناس والحجارة، هذه الحجارة قيل هي الأصنام التي كانوا يعبدونها، وقيل الحجارة ها هنا حجارة من كبريت تزيد النار اشتعالا. طيب. وقيل الحجارة هي الحجارة، الحجارة لأنها لا تخمد كما يخمد الحطب، فهي أشد عذابا. نعم. نعم، وأشد إيقادا للنار، لكن إليه يكون الأقرب، وهي نعم. أكثر بقاء. نعم، لكن أقرب الشيخ الحجارة التي كانوا يعبدونها في شركين في الجاهلية. الله أعلم، ويمكن أن يكون مجموع ذلك هذا وهذا وهذا كلها. طيب. الله عز وجل ينذر عباده ويخوفهم بهذه الأشياء. وكون أيضا النار وقودها الناس، أيضا هذا أبلغ أيضا في الإنذار وفي التحذير من هذه، وفي التخويف من هذه النار. نعوذ بالله منها. نعم. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن عليها ملائكة غلاظا شدادا، لأن لها خزنة، وهؤلاء الخزنة خزنة جهنم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم غلاظ شداد، فلا يفكر أحد أنه يستطيع أن يفلت من هذه النار. فهؤلاء المخلوقون الذين خلقهم الله تعالى خلقة عظيمة، ليسوا كالبشر في هيئتهم، ولا في غلظتهم، ولا في شدتهم، لأن الله تعالى أعدهم لهذه المسألة. وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة
في أكثر من آية في أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال في سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فذكر أوصافهم ونعوتهم وأحوالهم بالتدرج، ذكر أفضل ما عندهم، ثم بعد ذلك أخذ الأمر يقل إلى التهديد، حينما قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذه منقبة لهم لكنها دون السابقة. ثم قال: وهم من خشيته مشفقون، وهذا بيان عن خوفهم. ثم خوفهم أيضا فقال: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا في حق الملائكة المقربين، كيف يعني بالإنس والجن؟ نعم، والملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، ومن قال إنهم إناث فهو كافر، ومن قال إنهم رجال فهو مبتدع، لأن هذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. وقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قد يظن بعض الناس أنهما سواء، لأن لا يعصون الله ما أمرهم تساوي ويفعلون ما يؤمرون، ولكن هنالك فرقا دقيقا بينهما. فإن المعنى في لا يعصون الله ما أمرهم أي إذا نهاهم الله تعالى، والنهي في الأصل أمر، أنه أمر بالترك، فإنهم لا يعصون، هذا بقرينة لا يعصون الله، ويفعلون ما يؤمرون إذا أمروا بشيء، أو أنهم لا يعصون الله ما أمرهم إذا قيل لهم شيء لا يقولون لا، ويفعلون ما يؤمرون أي يطبقون ما يؤمرون به. وقوله سبحانه: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا النداء في القرآن الكريم للكافرين بهذه الصورة لم يأتي إلا في هذه السورة، لم يأتي في القرآن الكريم يا أيها الذين كفروا إلا في هذا الموضع. سبحان الله، نعم، ما جاء إلا هنا. وأكثر المفسرين يقولوا إن هذا النداء يكون من الملائكة يوم القيامة، يقول لهم الملائكة بدلالة السياق التي ذكرت، يقولون لهم وهم في النار: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يقولون للكافرين الذين هم في النار التي وقودها الناس والحجارة والملائكة من حولهم وهم غلاظ شداد، يقولون لهم: لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وفيه بيان أنهم أرادوا أن يعتذروا أو اعتذروا، فقيل لهم: لا تعتذروا اليوم فإنكم تجزون بما كسبتم، وهذا هو الجزاء من جنس العمل، وليس لكم حجة. فيقولون لهم هذا، ومعنى لا تعتذروا أي لا تطلبوا العذر، والاعتذار في الأصل افتعال، إنه مثل الاكتساب. طيب شيخ عبد العزيز، ما هي القرينة هنا بأن الخطاب موجه من الملائكة إلى الذين كفروا وليس من الله سبحانه؟ لسياقات جاءت في القرآن بأنهم يخاطبون خزنة جهنم ويقولون: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، ويخاطبهم أيضا الملائكة وخزنة جهنم. فالخطاب الذي جاء في القرآن والمحاورات التي جاءت، لأنهم يحال بينهم وبين الله فلا يخاطبون الله ولا يخاطبهم، فترد عليهم الملائكة. وإن كان هنالك من خطاب من الله فهو خطاب تخويف وزجر، وليس في خطابه خطاب رحمة ورفق وإشفاق عليهم. فالنداء الذي جاء في القرآن في نحو يا أيها، جاء يا أيها الذين كفروا، جاء يا أيها الذين آمنوا، وهذا جاء في نحو 90 موضعا، أقل من 90، وجاء يا أيها الناس وأيها الناس وأيها المؤمنون، كلاهما من غير يا، أيها المؤمنون في سورة النور وأيها الناس في سورة النساء، وهنا يا أيها الذين كفروا، ولم يأتي يا أيها المنافقون فيما أتذكر الآن، ليس هنالك، إنما جاء
جاء يا أيها الذين كفروا، والظاهر أنه من الملائكة. طيب شيخ العزيز، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، الخطاب إلى المؤمنين بالتحذير، ثم عرض القرآن بعد ذلك إلى قوله يا أيها الذين كفروا، ثم في الآية التالية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. لماذا كان الاعتراض هنا بيا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، ثم أكمل النداء مرة أخرى أو أعيد النداء مرة أخرى إلى الذين آمنوا؟ نعم، هو الخطاب من أول السورة للنبي، ثم للمؤمنين، ثم للمؤمنين، ثم للنبي مرة أخرى كما سيأتي بعد ذلك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وإنما جاء يا أيها الذين كفروا على سبيل الاستطراد، لأنه لما خوف الله تعالى عباده المؤمنين من عذابه وذكر النار، كان المخاطب قد تصور هذه النار التي عليها الملائكة الغلاظ الشداد، وفيها الكافرون وهم يصطرخون فيها ويعتذرون، فقيل لهم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. فهو استطراد أوجبه ما سبق في الآية السابقة، إن الله ذكر النار وذكر الملائكة الغلاظ الشداد، فذكر لنا صورة من هذه الصور التي تكون هنالك، وحذف الكلام السابق الذي يفهمه، لأن هنالك أشياء يفهمها الفطن العربي لا يحتاج إلى التفصيل كله، فإنه يستطيع أن يفهم من السياق، ولهذا السياق هو الذي يساعد على التفسير. نعم، ومن أهمل السياق وقع في كثير من الخلل. نعم استعان. هل ربما أيضا شيخ يمكن أن نفسر أو يعني يضاف إلى ما ذكرتم بأن المؤمنين يعني مع هذا التحذير كان الله يعني يخبرهم بأنه لا يقبل عذر يوم القيامة، وبدلا من أن يخبرهم نقل الصورة إلى الذين كفروا بأنه لا يقبل منهم عذر، وأنتم أيها المؤمنون لا تكونوا مثلهم، فإن العذر لا يقبل يوم القيامة. نعم ممكن هذا. الله المستعان. نعم. طيب نكون شيخ. نعم نكتفي بهذا القدر، ونحن أوجزنا من أجل أن ننتقل إلى بعض المسائل اللغوية. طيب. وبعض مسائل المجمع، لا سيما ونحن نستقبل اليوم العالمي للغة العربية، فإنه سيكون في يوم الأحد القادم. نعم، وسيشارك المجمع بإذن الله سبحانه بندوات ومسابقات ومحاضرات وبمشاركة في معرض الكتاب بجدة. نعم. بجدة، و مسابقات أيضا تنطلق أو إعلان عن المسابقة الكبرى التي ستكون بالمشاركة مع إدارة التعليم، وقيمتها قيمة مجموع الجوائز قيمتها أكثر من 2,000,000 ريال، ولكن الجائزة التي هي من المجمع 500,000 ريال مقدمة من المجمع. مقدمة، نعم، هي للمجمع، واسمها جائزة الشيخ صالح بن حميد لخدمة اللغات العربية. ما شاء الله. نعم. طيب. تورع بها الشيخ يوسف الأحمدي، هو رجل أعمال وهو من الرعاة للمجمع. جزاكم الله أجمعين. نعم. طيب الشيخ، إذا أذنت لي أن نذكر برقم التواصل على الهاتف برقم 64771117، أيضا 64930028 مفتاح المنطقة 012. إذا أذنت الشيخ عبد العزيز نأخذ اتصالات ثم نكمل وإياكم هذا الحديث. لا بأس. طيب أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله يا أخي عبد العزيز. أخ عبد العزيز تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ محمد القرني، مساك الله بالخير. أهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. حياكم الله يا شيخ عبد العزيز، مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسكم الخير، حياكم الله. حياكم الله. ما العلاقة بين قول الله عز وجل في التهديد بالطلاق عسى ربه وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير، وبين هذه الآية عليها ملائكة غلاظ شداد، هل هناك علاقة بين الآيتين؟ السؤال الثاني، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بين المضاجع
ما العلاقة بين الحديث والآية؟ طيب. السؤال الثالث في الآية هذه قوا أنفسكم، يعني هي معناها التربية أو التعليم أو التربية هنا مشتركة بين الوالدين أو أن الأب مخاطب أو الأم؟ وجزاكم الله كل خير. طيب شكرا لك يا أخي عبد العزيز. أخي عبد العزيز الزهراني حياك الله يا أخي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك ويبارك. أهلا وسهلا بك بعد غيبة يا أخي عبد العزيز. بعد عام كامل. حياك الله، تفضل. الحقيقة أنا عندي سؤالان، أما أحدهما ففي قول الله عز وجل وأنفسكم، وفي قوله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي قوله عز وجل وأنفسنا وأنفسكم، ثم يقول الله عز وجل في سورة التكوير وإذا النفوس زوجت، يعني عندنا هنا جمع قلة وهو عندنا هنا جمع كثرة الذي لا حد له، فما الملمح البلاغي في هذا الأمر؟ الشيء الثاني لا أدري يا شيخ أنت تكلمت عنه ولا لا، وهو يعني القصة التي يعني ذكرها القرآن الكريم فيما يتعلق بأنه عائشة حفصة وتعلمون ذلك، لكن هناك بعض المذاهب يرون أنه خطأ لا يرفع عنده توبة، وبالتالي تبنوا مذهب الخوارج وكفروا أمهات من فبالله عليك قل لي من التكفيريون؟ وشكر الله لكم. طيب شكرا لك يا عبد العزيز على هذا التداخل. نجيب شيخ عبد العزيز. نعم. طيب أخونا عبد العزيز الشريف، ما العلاقة في قوله تعالى غلاظ شداد، وقد سبق ذلك الآية السابقة، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وأيضا هنا يقول عليها ملائكة غلاظ شداد، هذا في سؤاله الأول. نعم. هذا يزيد من قوة التهديد الذي جاء في السابق في الآية السابقة في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فقد لا يكون المستمع يعلم عن الملائكة وعن نعوتهم وعن صفاتهم وقوتهم وباسهم وشدتهم، فأخبر الله تعالى بعد ذلك بأن هؤلاء الملائكة غلاظ شداد وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إضافة إلى الأخبار الكثيرة التي جاءت تبين خلقتهم وتبين شأنهم، وأخبر الله تعالى أن عرش الله يرفعه ثمانية، والصحيح أو الأقرب أنهم ثمانية، وقيل ثمانية أفواج أو ثمانية فرق أو جماعات، وأخبر الله تعالى في سورة فاطر أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وجاء في الأخبار أيضا كذلك أن لجبريل 600 جناح، وهم خلق عظيم، وقد يكون الواحد بين كتفه وبين شحمة أذنه مسافة طويلة كما جاء في الأخبار. 500 عام يخلق الطير شيخ. نعم جاء في هذا أخبار، وعلى كل حال كل هذا للتخويف والتهويل والإنذار، وكل هذا مما يزرع المهابة في النفس والخوف من الملائكة من الله تعالى ومن جنده وبأسه وقوته. الله أكبر. نعم. طيب يقول أيضا في قوله تعالى قوا أنفسكم، أيضا ما يعني جعلوا في مرادي في ذلك مروا أولادكم بالصلاة. لا لي أشرت إلى هذا في عندما شرحت الآية، وقد ذكر ذلك المفسرون، وخاصة من قال إن أنفسكم منصوب على فعل تقديره ومروا أهليكم، فيذكر هذا الحديث على سبيل البيان، وقلت إن الحديث مختلف في صحته وأكثر العلماء يصححه، ومنهم الألباني مثلا من المتأخرين. نعم. شيخ عبدالعزيز، في قول أهليكم هل يقال أيضا أهلكم؟ يعني يقال أهلكم، لأن الأهل هو مفرد للأهلين، جمع أهلين. نعم نعم، إنما كان ملحقا بجمع المذكر السالم لأنه ليس له، لأن مفرده في الأصل هو اسم جنس،
واسم جنس أيضا وليس له مفرد من لفظه مثل أولو، فألحق بجمع المذكر السالم، والعمل الذي يكون فيه كالعمل الذي يكون في الجمع السالم المذكر، كلاهما سواء. نعم. يقول فيقو أيضا التربية. نعم لا شك، هذه الآية هي الآية الأولى التي يجب أن نذكرها في بيان التربية، وأن كل راع مسؤول عن رعيته، وعليه أن يقي نفسه أولا وأن يهذب نفسه حتى يستطيع أن يدعو دعوة صامتة وليقتدي به أهله من زوج وأبناء وبنات ومن حوله، فهو بلا شك أنه أن هذه فلا شك أن هذه الآية هي عنوان من العناوين أو العنوانات الكبرى في مسألة التربية. طيب. قبل أن ننتقل إلى الأخ عبد العزيز، نأخذ هذا الاتصال قبل أن يعني يفوتنا. الأخت أم محمد من مكة، حياك الله يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. اليوم جاء برنامج في الصباح، فات الصباح 6:30 قال لك 8:30، طلعت فيه أنت على الهواء وتكلمت عن مراحل العمر الإنسان، هو كتاب مؤلفة بالله قل اسم الكتاب ولا إيه؟ طيب يعني الأبيات التي ذكرتها. أيوة. إيه أنا هذه متى؟ هذا انعادت متى؟ أنا ما سمعتها غير اليوم. والله عندك الأستاذ محمد القرني يطلب منه أن يعطيك نسخة من هذه الحلقة، وهي مدتها 3 دقائق. طيب. في الكتاب مؤلف أشتري أنا. ده هو ليس بمؤلف، ولكنه لكن هذه معلومات مبثوثة في بعض كتبي وفي بعض المحاضرات. نعم. كتاب مؤلف قلت أذكر اسمه يعني. طيب الشيخ عبد العزيز، ممكن تحيلها إلى شيء من المصادر في هذا الشأن؟ لو تتصل على الهاتف المجمع إن شاء الله، أو تراسل بريد المجمع سنرسل لها المطلوب. مجمع اللغة العربية. مجمع اللغة العربية. نعم. ترسل في كيف؟ خذي جوال المجمع 0542213. مرة أخرى يا شيخ. طيب 0555 جواله. نعم. أو الهاتف، هاتف المجمع يعني. هاتف المجمع هو طبعا 012 مكة 45 2 45 5 4 0 2 9 9 9. نعم 9 3 9. فقدنا الاتصال بالمحمد، لكن بإمكاني أم محمد وكل الإخوة المسلمين لمن أراد أن يتواصل معكم على الخط الثاني، هو أنا أرد على الهواء الهاتف دائما. نعم. بعد المغرب على هذا الهاتف على أي سؤال يعني. نعم، ولكن أيضا بالإمكان التواصل على الموقع المجمع على الإنترنت، وبالتالي يعني إن شاء الله تعظم الفائدة أكثر هناك. ننتقل إلى أخينا أخ مصطفى، اتصال أم ماذا؟ طيب أخونا عبد العزيز من مكة أيضا، عبد العزيز الزهراني، له تساؤل حول قوله تعالى أنفسكم، وتنوع إعراب أنفسكم وأنفسنا وهكذا. نعم، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وذكر هذه الآية، وذكر الآية التي في سورة هذه في سورة آل عمران، وذكر الآية التي في سورة الداريات، وهي قوله بأنفسكم فلا تبصرون، وهي معطوفة على ما قبلها، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، وهذا محل وقف بعد ذلك فلا تبصرون، فهي معطوفة على ما سبق، لكنه لا يسأل عن هذا. وذكر الآية التي في سورة التكوير، وإذا النفوس زوجت، والنفوس جمع كثرة والأنفس جمع قلة، والملمح البياني في هذا فيما يظهر لي أنه أن النفوس ها هنا كل النفوس، فليس هنالك يعني ليست كآية مثلا آل عمران فإنها مخصوصة بالمباهلين والمباهلات في تلك القصة، لأن المراد نبي وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسكم النبي صلى الله عليه وسلم وأبناؤه وبناته أو بناته ونساؤه يعني والأبناء الذين هم من فاطمة
وأنفسنا وأنفسكم، فهذا هؤلاء قليلون. طيب. والطرف الآخر وهم قليلون بالنسبة لهذه النفوس. وفي أنفسكم أيضا الخطاب هنا لمن يتأمل، ليس هنالك، ليس كل، أولا هذا الخطاب جاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم، وليس لكل الأمم. ثم إن المتأملين الموقنين، لأنه قال وفي الأرض آيات للموقنين، ويا أيها الموقنون في أنفسكم آيات، يعني وللموقنين في أنفسهم آيات، فهي للموقنين والموقنون قليل. أما هذه فهي للموقنين وللكافرين وللمؤمنين وللأولين والآخرين وللناس أجمعين. طيب. فجاء جمع الكثرة مناسبا لهذا. طيب. قبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني وقد عرضتم له في الحلقات الماضية حتى لا نفقد الاتصال التالي من أخينا محمد من تبوك، أهلا وسهلا بك أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي الشيخ. حياك الله. الله يكتب لكم الأجر والمثوبة. جزاك الله. شيخنا الفاضل، الله أسأل أن قال الله عز وجل ما يرزقكم وما توعدون. الرزق، هل في فرق بين الرزق وما توعدون أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أريد يعني كيف يعني نستفيد من القرآن الكريم في تغيير حياتنا وإصلاح مشاكل الحياة. وبارك الله فيكم وكتب الله يكتب لكم الأجر والخير. جزاك الله خير أخي محمد. أبو إبراهيم من مكة، حياك الله يا أبو إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أحييك الأستاذ محمد القرني وأحيي العلامة الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي. حياك الله. حمد الله في عمره وبارك فيه. اللهم آمين. أبارك لمعالي الشيخ صالح بن حميد هذه الجائزة، هو يستحقها، فهذا الرجل هو من الذين يحكمون اللغة العربية طول حياته، وهو من أسرة عريقة ولها أقدامها راسخة في العلم. الجائزة باسمه يا أبا إبراهيم؟ ها؟ الجائزة التي قدمها الشيخ يوسف الأحمدي لخدمة اللغة العربية. نعم نعم. ونشكر الشيخ يوسف الأحمدي على سخائه. جزاه الله خير. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله هناك في جدة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا الله. شكرا لك يا أبا إبراهيم، حفظك الله. حفظك الله. الشيخ عبد العزيز، الأخوان عبد العزيز الزهراني يسأل باختصار، يقول من هم تكفيرون؟ عطفا على ما مضى في عرضكم لهذه الآيات في الحلقات الماضية، هل 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 نقف هنا يا شيخ لأنه الحديث سوف يأخذ؟ نعم ذكرنا، نعم ذكرنا هذه المسألة وفصلنا فيها تفصيلا، وقلنا نعم أن الذين اتهموا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تجاوزوا ذلك إلى التكفير فهم التكفيريون، هم الذين يكفرون. والتكفير هو المشكلة الكبرى التي نبعت منذ القرن الأول، وكان من ورائها أكثر المصائب التي استضيم بها الإسلام والمسلمون. قد نبتت طائفتان وهما الخوارج والروافض، فهؤلاء كفروا علي بن أبي طالب، وهؤلاء كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأ بعد ذلك أن أخذ بعضهم يضرب رقاب بعض من جراء هذه الفتنة العظيمة. طيب. لم يبقى وقت كثير الشيخ، نعرض إلى الأخ محمد من تبوك، يقول في السماء رزقكم، ويقول ما الفرق بين هذا الرزق وما بين قوله وما توعدون؟ نعم أم محمد، نتجاوز سؤالها. أم محمد تأتي هي إلى ما ذكرتموه في قبسات، تريدون أن تعرضوا إليه؟ تفضل يا شيخ. لا، هي فقط تشير إلى الأشياء التي ذكرتها أنا في مراحل العمر، وأن الإنسان يبدأ نطفة فعلقة، إلى أن يصبح جنينا، إلى أن يصبح وليدا، إلى أن يصبح صعيدا صديقا، إلى أن يصبح رضيعا، إلى أن يصبح جحوشا فغيداقا، فشافة فشابا، فكهلا فشيخا، فهما فهرما، فيفنا، فإلى آخره. ولعلها سمعت الأبيات التي في ذلك، وهي ابن عشر من السنين غلام رفعت عن نظيره الأقلام، وقد ذكرتها مرة من المرات، وهي حوالي 10 أبيات أو نحو ذلك. جميل. نعم. بارك الله. طيب. نعم. محمد يقول في السماء رزقكم وما توعدون. نعم.
لا شك أنه ما توعدون هذا أعم، يعني فالرزق يدخل في ذلك، وكل ما وعد الله تعالى به، وعد الله تعالى مثلا بالشفاء أو بالمعافاة أو باستجابة الدعاء أو نحو ذلك، فكل ما وعد الله تعالى به هو كله في السماء، هو منه وإليه سبحانه وتعالى. نعم. يسأل يقول: كيف نستفيد من القرآن الكريم في حياتنا، في تربيتنا لأولادنا، وفي كل شؤوننا؟ نعم، هذا سؤال كبير. نعم صحيح، هذا سؤال كبير، ونحن لا نشكو الآن من حفظنا للقرآن، ولا من قلة قراءتنا للقرآن، ولا من قلة المصاحف، ولا من بل نشكو، يعني ولا يقال عنها شكوى إلا من باب المجاز، ومن باب آخر وهو أننا نشكو من كثرة هذه الأشياء وتركنا لروح القرآن ومعاني القرآن والعمل به. ولهذا قد يوجد في البيت يعني 10 مصاحف، والجوال فيه مصحف وفيه تفسير وفيه، والقرآن أيضا كذلك لنا مدارس ونستفتح به ونقرأه، وفي لدينا إذاعات، ولكن قد يكون الإنسان قارئ للقرآن والقرآن يلعنه وهو بعيد عنه، لأنه كل البعد لا يقرأه إلا بلسانه، فقد يكون يقرأ القرآن ويكذب، والله تعالى يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أو يظلم ويقول الله تعالى: لعنة الله على الظالمين. فعلينا أن نراجع أنفسنا، المسألة تحتاج إلى مراجعة ووقفة مع النفس، أن الإنسان إذا كان يسير بالتقليد كما يسير الناس فإنه سيغفر عن هذه المسألة، لكن الإنسان إذا وقف مع نفسه وينظر يعني أن هذا كلام الله، وأن الإنسان لو جاءه خطاب من الملك وأخذ يقرأه كل يوم في الصباح، ثم بعد ذلك يقلبه ويرده في مكانه ويحفظه في مكان عال أيضا، وربما ذهبه ولكنه لا يعمل به، فإن هذا يسخر من المخاطب الذي خاطبه بهذا الخطاب، ويعتبر هذا يعتبر نوعا من الإهمال ونوعا من الاستهبال. لأن المطلوب هو الجوهر وهو الروح، وهو العمل بهذا القرآن وبما في هذا الكتاب الذي وصل إليه. فهذا هو، هذه الشكوى التي نشكوها من الناس في هذه المسألة ومن أنفسنا. ولهذا لابن العربي وهو أحد العلماء في القرن الخامس له كلمة عجيبة، يقول: إن إبليس لما لم يستطع أن يشغل الناس عن القرآن شغلهم بالقرآن عن القرآن، يعلم يشتغلون به، يشتغلوا بالقرآن بزخرفته وبكتابته وبقراءته وبالعناية به وبحفظه في طيب الشيخ عبد العزيز، هنا أيضا وقفة، يعني كثير من العوام لا يفطنون أو لا يفقهون ما في القرآن الكريم من أحكام، من مبادئ إسلامية، من أخلاق، من أمور كثيرة، بحاجة نحن في وسائلنا الإعلامية بصفة عامة أن نكثر من الشارحين أو المفسرين أو الذين يبينون للناس ما في القرآن، يعني ليس فقط برنامج واحد يكفي كهذا أو ذاك، نحن بحاجة إلى تجنيد كثير من العلماء، من هيئة كبار العلماء مثلا أو من العارفين بالقرآن وعلومه لتبيان ما فيه. نعم، هذا يحتاج إلى توعية عامة، يحتاج إلى توعية عامة وإلى تنبيه لهذه المسألة التي غفل عنها الناس، وينبه على أن المسألة بالكيف لا بالكم، وتحتاج أيضا كذلك إلى دعوة عملية أيضا من أهل القرآن أنفسهم، حينما يكون حامل القرآن قدوة سيئة فكيف يكون بعد ذلك من يقتدي به ومن هو دونه؟ نعم استعان، هذه المصيبة. لازلت الشيخ عبد العزيز أذكر الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، كان من الذين يعني يبينون للناس ما في القرآن من قصص القرآن، من أحكام، من يعني ولو كان يعني بلغة نحاول أن نفهمها، إنما كانت هنالك جهود منه، لم نجد بعد ذلك في أمتنا الإسلامية من ينبري لهذا المنبر ويوضح باستمرار ويبين للناس. يعني بالفعل الأخ محمد من تبوخ طرق بابا عظيما، بابا عال في هذا الشأن، نسأل الله عز وجل يعني العون في هذا الأمر. طيب لم يبقى كثير وقت الشيخ عبد العزيز، إذا لا نستطيع أن نعرض لما ذكرت، لأن هذا كنت أنا خصصت له 20 دقيقة ما يتعلق بالألغاز في هذه المسألة، كم بقي الآن من الوقت إذا كان يمكن أن ولو طرفا يعني؟ بل تجاوزنا يا شيخ، يعني تجاوزنا. إذا هل يمكن 20 دقيقة؟ لا نستطيع، إذا أخذنا دقيقة واحدة يا شيخ لكن لا تكفيها، الله المستعان. لا تكفي.
الله المستعان. عموما وقفنا عند باب عظيم ذكرتموه، وإن شاء الله نجد في هذه الأمة إن شاء الله خيرا، لعل ما سأل عنه السائلون أنفع من هذه الألغاز. وفي علمكم يا شيخ أيضا، بارك الله فيكم. نعم. إذن بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، ومع شيخنا الكريم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على شبكة العالمية، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامع التخصص بمكة المكرمة. شكر الله لكم الشيخ عبد العزيز، بارك الله أعمالكم. وشكر الله لكم وللمستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلكم وكل حين، هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي بالتنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان، الجمهور الذي يصدق على معظم الناس فهذا يجب ضمه. جدة، وهي اسم للمدينة المعروفة الشهيرة، يجب أن تضم جيمها، وأما الكسر فإنه لحن. المناخ الذي يطلق على المناخ الجوي، وهو في الأصل المناخ الذي تناخ فيه الإبل ثم توسع فيه فأصبح يطلق على المعنى المعروف، ففتح الميم فيه لحن. أضواء البيان، يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد السبت عند الحادية عشر مساء. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.